السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو عايز احط نقطة عشان تسهل عليا الشغل، زي ممكن اقول له بوينت، وبعد كده ابدأ اكتب المكان بتاعها في الاكس والواي، او احطها بالشكل دوت، وبعد كده اقدر ارسم من خلال النقطة ديت. اجي هنا ودوس رايت كليك واقول له انا عايز اختار نوت، فيبدأ يرسمني من خلال النقطة ديت. شيفت رايت كليك نوت. طيب دلوقتي لو انا عايز اشوف النقطة دي بشكل اوضح، فهاجي هنا في يوتيلتيز واقول له بوينت ستايل، واختار الستايل اللي انا عايزه، واختار حجم البوينت ستايل زي ما انا عايز. ممكن اكبرها عن كده مثلا، خليها 10، واقول له اوكي، فتظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تختار اي شكل بالاشكال ديت. ولو عايز اي دي بوينت، مجرد انت في اي نقطة تختارها يديك معلومات عنها بالشكل ده، يديك الاكس والواي والزد.